اهلا بيكم معانا مره تانية على الهوا وزينه وفقره الجمال ورندا حسين خبيره التجميل معانا النهارده عشان تقول لنا افكار مبتكره في عالم التجميل والمكياج. والحقيقه المره اللي فاتت اتكلمت عن الكونتور او التحديد وازاي بالمكياج يبقى فيه خدع بسيطه لكن بتخلي الوش اجمل كتير باقل قدر من الالوان، يعني ممكن بالكريم الاساس فاتح وغامق بس يبقى الشكل مختلف تماما. النهارده هتقول لنا برده افكار جديده لكن في مجال المكياج الخاص بالسهرات والاحتفاليات. طبعا مع البساطه، هي رفع شعار دايما معانا في زينه، البساطه هي الحل مش كده؟ ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا بوسي؟ ايه الحلاوه دي؟ هي بوسي حلوه لوحدها. صح، بس تاتشات برده مفيش مانع منك، هتبقى الحكايه اجمل بكتير. تمام. طيب قولي يا رندا بقى، النهارده انت جايه مجهزه لنا ايه؟ النهارده انا عامه بتكلم على ميك اب بتاع المناسبات والافراح، اللي هو مش اي حد يعمله وانا نازله الصبح، يعني مش الميك اب اللي انا التكنيك اللي هو اللي انا اعمله وانا نازله الصبح. طبعا الاي شادو والتوزيع اللي احنا اتكلمنا فيه بالطريقه العاديه خالص ما فيهوش اي مشاكل. انا بتكلم بقى على ايه، اخفاء العيوب، طريقه ان انا احط اللوجاجو او ان انا اوزع الميك اب بطريقه تكون شكلها يعني مش طبيعيه، بس اللي هو يعني حد مختص هو اللي بيعمل الميك اب ده. تمام. فانا جايبه لكم النهارده ميك جهاز اسمه الاير بروش. بس معلش بقى يعني ما اتفقناش على كده، يعني حد مختص هو اللي يعمله. طب احنا ما نقدرش نعمل في البيت لوحدنا؟ لا، احنا نعمل كل ده مع لوحدنا، بس الجهاز ده لتوزيع الميك اب يعني. طب نحب نتعرف برضو عليه. تمام. ايه بقى الجهاز ده؟ هو الجهاز بيستعمل زي بيطلع زي الفاونديشن او السائل اللي احنا هنحطه جواه زي الرذاذ، اللي هو بيطلع زي شكل البرفيوم. ما بنرش البرفيوم في الهواء، فده بيدي شكل طبيعي اكتر تحت الاضاءه وتحت يعني في المكياج السينمائي، في المكياج حتى لما بنعمل ميك اب لحد راجل او مذيع او كده لازم يعني بيبقى الميك اب بالجهاز ده عشان ما يبانش ان هو عشان الاضاءه انت عارفه طبعا بتدي الوش بين. كان سؤالك جربيلي بس مش هينفع. بس بوسي بقى المره الجايه نشوف بوسي هتعمل ايه. بس هو احنا هو بيطلع زي الرذاذ كده بالمنظر ده. بيتقل الايه؟ ده هو دي حاجه مش متشافه خالص. بالظبط. يعني عايزه اقول لكم ممكن يتقل سنه رذاذ بالظبط غير مرئي. بالظبط، اللي هو احنا نتقل سنه رجاجو. دي ضمن توزيع كويس بقى في الحاله دي. بالظبط. واحنا ممكن ايه، انا بيبقى معايا سرعات في الجهاز، فانا بتك على السرعه اللي هي بتزود الميك اب او تزود لي لو عايزه كثافه اكتر او عايزه حاجه خفيفه او رقيقه، حاجه خفيفه او حاجه رقيقه، فانا بتحكم في كل ده بالجهاز. كويس قوي. فيعني انا معايا سرعات في الجهاز بشتغل. طيب ده بالنسبه لكريم الاساس بس ولا بيعمل حاجات تانية؟ لا، هو بيعمل حاجات تانية كتير، يعني هو بيعمل حاجات تانية كتير غير الكريم الاساس. بنحط فوق العينين، فوق الـ الرسمة كمان، مش بس العينين، ممكن تحطي الكونتور بتاع الوش. طب في الحاله دي انت بتحطي الماده الكريم الاساس فين ازاي؟ هنا جوه الجهاز ده. وبعدين انا لما باجي اظبطه بفك الجزء اللي هو الخلفي بتاعه. وعشان اتحكم في الحركه بتاعت ولو عايزه ماده تانية غير كريم الاساس غير كريم الاساس بنضفه، وبعد كده بقوم جايه مستعمله. بتنضفيه ازاي؟ بنضفه، بيبقى ليه سائل بتاعه مخصوص للتنظيف، هو زي لو انت تحسي بيعمل زي هواء. تمام. هواء بس رذاذ. انا طبعا مش عايزه اعلي الصوت علشان ما نبقاش مزعجين الجيران. بالظبط، البرامج الثانيه. الناس ما تشتكيش مننا. طيب دلوقتي احنا عايزين نتكلم على الميك اب عامه بتاع السهر. احنا مش لازم الميك اب يبقى شايني، اللي هو لامع قوي. لامع النهارده انا عامله لها لوك اللي هو السموكي، اللي هو الـ مش كحل صريح ولا اللي هو مش عارفه اقوله فين واخره فين. بالظبط، اللي هو السايح، اللي هو مش العين مش بارزه، اللي هو متحدده، مش اللي احنا بنقول عليه الميك اب المحدد. لا، انا عامله الميك اب اللي هو اللي فيه تمويه، اللي هو يعني فيه تمويه، اللي هو احنا بنقول عليه سموكي ايز، بس انا زي الدخان يعني شويه. بالظبط. اللي هو ايه يعني بسيط، يعني هو سايح. طب قولي لي بقى، يعني سموكي ايز ده بيليق على اي عينين؟ هو طبعا هو بيتعمل كل عين ليها طريقتها معينه، يعني لو عين مسحوبه ما ينفعش اسحبها اكتر،
يعني لو عين عشان ما تدينيش شكل يعني شاينيز. باختصار يليق عليا ولا ما يليقش عليا؟ لا يليق، بس احنا ممكن نستعمل العظمه بتاعت العين نبعد عن ان احنا نعمل حاجه حوالين العين نفسها عشان العين نفسها ما تضيقش، لان احنا لو عملنا حوالين عينين مسحوبه او عين صغيره، عيني مثلا لو عملنا عينك صغنونه لو عملنا حواليها هتلاقيها قفلت بزياده. تعمليها ازاي معاكي بقى انت؟ بقوم انا احاول افتح لبره بحيث ان انا يبقى الاي شادو بعيد عن شكل عيني نفسه، ما تبقاش متحدده قوي، يعني ما تبقاش شكلها متحدده، انا ساعتها هتقفل. صحيح. وفي نفس الوقت ما يعني بوسي عينيها واسعه، فانا برضو مديها تاتش الشادو من تحت العين، مش من جوه العين، لان برضو حتى لو من جوه العين يعني هتضيق بزياده. وفوق بقى ازاي التحديد؟ يعني الفوق احنا مبدئيا لما بنيجي يعني لما بنيجي نحط ميك اب سهره بنحط حاجه اسمه اللي هو البيز، الاساس بتاع الاي بيز اللي هو العين، باساس العين بتاع الميك اب بتاع العيون. ما عنديش بيز ممكن اعمل ايه؟ احط فاونديشن عادي واسيبه زي ما هو. يعني احط الفاونديشن ما احطش فوقيه باودر عشان يثبت، عشان يثبت الشادو، اقوم جاي حاطه فاونديشن اوزعه كويس واحط فوقيه الاي شادو عشان يثبت اكتر. ده بديل البيز بتاع طب هنا في سؤال، يعني في ناس تعمل كده مع الوش كله، يعني ما بتحطش باودر على طول على الكريم الاساسي بالظبط، انا مش حاطه بالبيز بس احنا شغالين وتسيبه بالظبط. ده مع اي بشره ينفع الحكايه دي؟ ايه ما هو على حسب نوع الفاونديشن او نوع البشره انت لو البشره بس عادية. هو اساسا المفروض الفاونديشن اللي انت بتستعمليه ببقى عارفه نوع بشرتي ايه الاول وبعد كده بستعمله. لو بشره عاديه بشره عاديه دي اللي هي مختلطه، احنا مع يعني تمام. اغلب ما فيش عندنا بشره 100% عاديه 100% عاديه او 100% جافه او 100% دهنيه. صحيح. دايما هتقولك انا عندي الحتت دي بتنشف وعندي الحتت ديت جافه. فاحنا بنعمل زي خلط في الفاونديشن، بس اللي بيبقى الاساسي بالنسبه لي الاويل فري، لان انا بيبقى عندي منطقه اللي هو التي زون اللي هو الفاونديشن اللي بيبقى من غير دهون. لان الاويل فري الفاونديشن الاويل فري بينشف بقيه الوش، فانا بحب احطه على منطقه اللي هي التي زون دي اللي هي اكتر حته بتبقى بتخلي الوش دهني. فانا يعني اشتغل يعني بتعملي جزء من الوش اويل فري والجزء الثاني باويل. اي بالظبط. طب يعني في ناس ثانيه تعمل لك مزيج ما بين الاثنين على ايديها وتعمل التوزيع كله وكده؟ ما انا كده بعمل بعمل مزيج، بس انا كده اصلا كمان ايا كانت حتى لو البشره جافه لازم استعمل مرطب قبل الميك اب. يعني حتى واحده تقول لي لا انا بشرتي جافه، اوكي انا كده بحط مرطبات ماشي، لا انا بشرتي دهنيه وشي هيبقى بيلمع، لا لازم تحط مرطب برده قبل الميك اب. لازم. ايوه، لان الميك اب عامه بيبقى حتى لو هو اويلي بعد فتره بيشرب في الوش وبيعمل الخطوط وبيعمل لازم احط مرطب، يعني حتى على حسب نوع الوش، لو دهني قوي حط حاجه بسيطه. يعني اول خطوه في المكياج هو الكريم المرطب على الجلد على طول. ولا في خطوه قبل كده؟ المرطب والبيز، في تونر كمان قبل وفي كده. وفي التونر ده بيبقى لو في وش يعني دهني قوي واللي هي البورز اللي هي بنقول عليها المسام بتبقى مفتوحه، فلازم اقفلها بالتونر. لو انا مش عندي تونر ممكن استعمل مايت ورد او تلج بيقفل المسام بتاعت الوش، ونستنى شويه وبعدين كريم الاساسي يبقى كريم المرطب اول خطوه وبعدين كريم الاساسي. وفي كريمات اساس حاليا فيها مرطب بتاعها ما ينفعش انت تستعملي معاها مرطب، ما ينفعش. يعني ماركات بس معينة. ماركات معينه طبعا اللي هي الحاجات الهاي ديفينيشن اللي هي الماركات الغاليه او اللي هي بنستعملها في الافراح او في المناسبات، يعني مش في الحياه اليوميه، لان هي اصلا بيبقى التعادل بتاعها اللي هو اللي هو الحمضيات بتاعه الكريم وكده بتتعب الوش جدا، فما بعرفش انزل بيها كل يوم الصبح. يعني في بنات تقول لي الميك اب الاتش دي ده حلو، اقول لهم اللي هو الهاي ديفينيشن اقول لهم تحفه، بس ما ينفعش انزل كل يوم حاطه ميك اب. هو هاي ديفينيشن بمعنى انه بيدي ايه؟ يعني ان هو بيدي منظر ان الفيس ما فيهوش اي حاجه خالص. اي الكلام ده جميل بس ما ينفعش انزل بيه كل يوم، اللي هو بيبقى تقيل بالمعنى تقيل الدارج، الكفر يعني بتاعه تقيل وبيمحي الـ اي اثر لاي مسام بالظبط. فانا ما ينفعش انزل كل يوم استعمل عامله قناع مثلا. بالظبط. فانا ما ينفعش ان انا في بنستعمل بيبقى حلو جدا مع البشره الدهنيه الكريمات اللي هي بنقول عليها الموس اللي هي بتبقى ما بتحتاجش باودر، زي الاسفنجه شويه كده بالظبط، اللي هي ما بتحتاجش باودر بتبقى
في كمان طالعه موضه البيبي فيس كده، يعني حاجه كريم اساسي بيبي كريم بس خفيف قوي قوي. بالظبط. ايه رايك في الموضوع ده؟ ما هو حلو، بس لو واحده عندها عيوب كتير في وشها ما بينفعش البيبي كريم ده، بالنسبه للميك اب اللي هو السهره، انما الصبح عادي. احنا لو في عيب في البشره قبل الميك اب، يعني عندي حبوب كتير مثلا في وشي او اثار، وام جايه فرشه الفاونديشن وبنقط لون على اخفي الحبوب دي الاول بلون فاونديشن على حسب نوع لون الحبايه، قبل خطوه الميك اب اصلا، يعني قبل ما احط الفاونديشن لازم بحط حاجه اسمها كاموفلاج، اللي هي بيبقى افتح درجه، بيبقى افتح درجه، او ممكن لو الحبوب غامقه والبشره غامقه بنحط اللي هو اللون المدي على الاورنج، عشان او الاصفر شويه او اللون اللي ايوه او الازرق شويه، الاورنج اللي هو اللي بيبقى لون الجلد بس مديني سنه اورنج. تمام. وطبعا الاير براش بيبقى حلو جدا بقى لو حد بيستعمله في ان هو يخفي العيوب. طب احنا معانا زي القمر بوسي ما فيهاش عندها ما شاء الله يعني اي عيوب، فاحنا هننطلق معاها على طول. حطينا بالاوتومايزر ده الكريم الاساس الكريم الاساس وبعدين حطينا انا عامه في ناس ما بتيجي تشتغل تحط فوق عينيها، بتشتغل عينين الاول بعدين تشتغل الباقي. ده والله بيبقى على حسب كل واحد، لو انا خايفه ان انا ابهدل وشي او خايفه ان انا يبقى وشي عليه اي شادو كتير بقوم برسم العين الاول وبعد كده احط من غير كريم اساس على الوش، من غير عشان ما يبقاش فيه تلوث او يعني بالظبط. لكن لو انا عارفه هنضفه ازاي فوضى غامق نزل على الوش، ايوه بالظبط، فبتمنع الحكايه دي، تحط كريم اساس في الاخر. احط كريم دي اساس، دي فكره كويسه. في ناس تعمل كده، لو انا عارفه انا هصلح الغلط اللي انا عملته ازاي لا عادي اشتغل الاول باول. ايوه هصلح غلطي ازاي، هحط الفاونديشن الاول واعمل الكفر للوش كله وبعد كده استعمل طب قولي بقى يعني رندا، اول ما بتشوفي وش جاي يقول لك انا عايز اعمل مكياج وعندي حفله وعندي حاجه تهمني النهارده، اول حاجه بتعمليها ايه؟ بتبصي مثلا الوش بيضاوي مربع مدور ولا اول خطوه؟ انا بالخبيره كده تعمل انا إيه؟ بالنسبه لي ببقى ببص على حاجتين اتنين مهمين، شكل المناخير والديفوهات اللي في الوش، هنداري ايه وهنصغر ايه وهنكبر ايه وشكل العين، لان العين بالحواجب اترسمت خلاص وكفر الوش، دول اهم حاجه. دول اهم حاجه، يعني شكل المناخير، شكل الديفوهات اللي هتتصلح. كويس إيه؟ دي فكره حلوه. طب هو فاضل ثواني بس عايزه اخد منها معلومه، فيها معلومه عن الحواجب الوايلد طالعه موضه. تمام. بتيجي على اي حد ولا مش اي حد؟ انت عاملاها؟ انا عاملاها علشان انا عندي مساحه ما بيني وما بين عينيا وما بين جفني. مساحه كبيره. الوايلد اللي هي متوحشه، اللي هي بتبقى بعيده عن العين شويه. ودي بتليق اكتر مع العينين اللي هي الصغيره، لو احنا عايزين مساحه نحط فيها مكياج. يعني طب ملامح بوسي، ملامح بريئه، تنفع بوسي معاها الرسمه الوايلد؟ بوسي على فكره حواجبها يعني طايره شويه عشان يبقى عندي مساحه هنا، هي بتبقى الفكره منها ان انا يبقى عندي مساحه بس مش رسمتك، بس مش رسمتي بالظبط، هي لان هي شخصية وشها بريئه فما ينفعش معاها الوايلد اللي هي متوحشه. بالظبط، هي الحواجب ديت لازم ان انا عشان بتبقى عشان خاطر يعني ان انا يبقى عندي المساحه دي ان انا ارسم بس. الحقيقه على احلى رسمه هعمل احلى ختام واحلى حلقه النهارده، ونورتونا النهارده بزينه. شكرا لخبيره التجميل رندا حسين، وبوسي المتالقه دايما، واستناكم في حلقه جايه ان شاء الله وافكار للمكياج جديده، وايضا ليها علاقه بقى بالربيع اللي جاي ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا، سعدت جدا بيكم معاكم على مدار ساعه، بكره ان شاء الله فريق عمل جديد وزينه، الى اللقاء، سلام.